استاذ ابو بكر، يعني احنا متميزين زي ما حضرتك تفضلت في الصادرات الزراعيه، هل لنا ان نحلم ان نكون في ايام ليست بعيده في المستقبل القريب مصدرين للتكنولوجي، مصدرين لحاجات صناعيه، مصدرين لصناعات ربما عسكريه بعد ان امتلكنا ناصيه التصنيع في كثير من المعدات، سواء كانت يعني طائرات او مدرعات او غواصات؟ يعني بدأنا فعلا ننتج الكثير ونزيد من المنتج المصري داخل حتى تصنيع هذه القطع اللي احنا متفقين عليها مع الشركات الكبيرة، كذلك في السفن ايضا والقطع البحرية. انا يمكن القيت الضوء بشكل سريع، وطبعا مش كافي للصادرات الزراعية، لكن هناك مجالات اخرى كبيرة شرعت فيها الدولة المصرية، مثل صناعة تكنولوجيا المعلومات. وزارة الاستثمار أنفقت الكثير من الاستثمارات على توطين التكنولوجيا في مصر، والاتجاه نحو عصر الذكاء الاصطناعي، يعني بالتعاون مع شركات رائدة في العالم، سواء حتى الشركات الغربية أو الشركات الصينية، لتوطين التكنولوجيا في مصر وإعادة تصديرها للمحيط العربي والمحيط الإفريقي وحتى يمكن الاتحاد الأوروبي. لدينا استثمارات ضخمة في خلال السنوات الماضية في مجال الرقمنة وتحويل مصر إلى إلى التعامل بالتكنولوجيا، ويمكن شرعت الحكومة في كثير من المجالات إلى التحول نحو الرقمنة، سواء في المجالات المالية، الضريبية، المحاسبية، غير ذلك، استخراج الأوراق وغير ذلك. توجهت الدولة بشكل كبير جدا إلى الرقمنة لدخول في عصر الذكاء الاصطناعي. أيضا من المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشرعت فيها الدولة المصرية وحققت إنجازات كبيرة هو محور قناة السويس. محور قناة السويس ليست القناة الجديدة فقط مع أهميتها البالغة والكبيرة لمصر والتجارة الدولية بشكل عام، لكن أيضا محور قناة السويس يحتضن العديد من الاستثمارات والمشروعات الكبرى لإعادة تأهيل السفن وتوفير احتياجاتها من كل احتياجات السفن وخدمات لوجستية وغير ذلك. ده طبعا يعني زاد في حجم التجارة الدولية لمصر، وكذلك حجم السمعه الدوليه لمصر في مجال التجاره الدوليه. وراينا الخبره المصريه كيف انقذت السفينه الجائحه قبل اسابيع في قناه السويس، وتحدث عنها العالم واشادت بها منظمات التجاره والاستثمار الدوليه. ايضا الدوله المصريه شرعت في انشاء العديد من المدن الصناعيه العملاقه التي يمكن ان تستقبل مشروعات كبرى في من ورؤوس اموال ضخمه من الاستثمارات الاجنبيه، سواء بشكل مباشر او غير مباشر. الدوله المصريه تستعد قريبا لتقديم صوره للعالم مبهره، عبر انشاء عاصمه اداريه جديده تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل تام. مدينة تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، عاصمة إدارية جديدة سوف تستقطب رجال المال والأعمال ورجال الشهرة في كل المجالات. ده طبعا كانت نقلة نوعية، ونحن نحتفل بذكرى 30 يونيو. دي كانت هذه كلها إنجازات كبيرة وضخمة في المجال الاقتصادي. نحن الآن نرى الاحتياط النقدي الأجنبي قفز قفزات كبيرة جدا، وصل آخر مارس وصل أكثر من 40.3 مليار دولار. نعم، بما يؤمن ويغطي احتياجات مصر لشهور طويلة. ده طبعا أحد أهم مصادر قوة أي دولة هو الاحتياط النقدي. كذلك معدل الاستثمار الأجنبي، سواء المباشر في المشروعات والشركات وغير ذلك، أو غير المباشر في الأوراق المالية والبورصة والأسهم وغير ذلك. أيضا رأينا السياحة رغم أزمات كورونا ما زالت أيضا تتعافى بشكل تدريجي. الاقتصاد المصري، رأينا دول كثيرة في العالم منها دول كبرى دخلت دائرة الانكماش والركود بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا،
رأينا مثلا في البلد الشقيق لبنان يعني أزمات اقتصادية كبيرة بسبب يعني كورونا. الاقتصاد المصري استطاع بفضل السياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل البرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، استطاع البرنامج الإصلاح استطاع الاقتصاد المصري امتصاص تداعيات فيروس كورونا والتغلب عليها وتوفير فرص عمل. يعني رأينا الولايات المتحدة الأمريكية دخل فيها الملايين في دوائر البطالة والاعتماد على المعونات. الدولة المصرية أقرت برامج يعني دعم للعمالة غير المنتظمة، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك برامج دعم أو تكافل وكرامة لإعانة الفقراء. رأينا الدولة المصرية اهتمت كثيرا بتعمير يعني الصحراء والمدن الجديدة لاستقطاب واستصلاح الأراضي لاستقطاب يعني جزء من الكثافة السكانية الموجودة على ضفتي نهر النيل إلى هذه المدن. رأينا الدولة المصرية أيضا ضخت استثمارات ضخمة في الصعيد، في محافظات الصعيد، وهي تعلي في كل خططها التنموية تنمية الصعيد لتوفير فرص عمل وخلق مشروعات جديدة وتحسين مستوى مستوى رفاهية المواطن في محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا وفي كل ربوع مصر. بشكرك جدا جدا يا فندم، نورتنا استاذ ابو بكر الديب مدير تحرير البوابة نيوز والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك.